يعتبر الإنشاد الديني المصدر الأساسي لفن الغناء العربي، والإنشاد الديني قصة تؤكدها كتب التراث بأن بدايته كانت بداية الأذان، ومن هنا جاءت فكرة الأصوات الندية في الإنشاد بالأشعار الإسلامية. اليوم رح نروح ضمن مساحة روحانية مع فرقة التوحيد وضيوفنا لليوم السيد عبد القادر النابلسي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا، كل عام وانتم بألف خير. وايضا بدي رحب بالسيد خالد لبنيه، وحضرتك منشد اضحى مبارك. ايضا بدي رحب بالسيد نور الدين نابلسي، وحضرتك منشد وعازف. اهلا وسهلا بحضرتكم. اهلا وسهلا فيك، وكل عام وانتم بالف خير. وانت بالف خير، علينا وعليك بالصحه والسلامه على بلدنا سوريا ان شاء الله. امين. يسعد صباحكم، واكيد نورتوا صباحنا وبيحلى صباحنا اكيد بوجودكم، بوجود الانشاد الديني. كنا بنعرف، خلينا بدايه نبلش مع حضرتك سيد عبد القادر النابلسي، كنا بنعرف اليوم انه الانشاد الديني هو حاله روحيه بترافق كل مناسباتنا الدينيه باصوات واناشيد متنوعه. خلينا هيك بدايه نتعرف عن تاريخ الانشاد الديني، عن بداياته. تاريخ الانشاد الديني، انستي الكريمه الله يبارك لي فيكي. اهلا وسهلا. الله يسعدك يا رب، يسعد صباحك ويسعد صباح الجميع ان شاء الله، وعلى بلدنا سوريا الحبيبه. الله يبارك لي فيكي يا رب. الانشاد الديني سبحان الله من ايام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استقبلوا بيطلع البدر علينا. سبحان الله، بعد منا اجى التراث عن ابائنا واجدادنا، تسنى فيه بالتراث، وهو إنشاد الديني هو عبارة عن فن ومزج بالروحانيات. هو هذا الإنشاد الديني. طيب اليوم قبل ما هيك نروح لنحكي أكثر عن فرقتكم، عن أنواع الإنشاد، نحن هيك نبلش معكم هذا الصباح من أجواء عيد الأضحى، هيك تفضل نسمع شو من حضرتكم. يلي هجرتم الأوطان يلا اقصدوا خير الأنام، يلا ادخلوا باب السلام، يلا 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 يلا، الله 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 الله. يا محلى مكة ومحلى المدينة، محلى ضريح الهدي نبينا، خير رسول للعالمين، خير شفيع للمذنبين، يشفع لنا يوم الزحام. يلي هجرتم الأوطان يلا اقصدوا خير الأنام، يلا ادخلوا باب السلام، يلا 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 يلا. يا محلى الزمزم عند الزوالي، والناس حوله من كل داعي، اشرب يا حاجي لا لا تبالي، اشرب يا حاجي لا لا تبالي، شفت من كل سقام. يلي هجرتم الأوطان يلا اقصدوا خير الأنام، يلا ادخلوا باب السلام، يلا 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 يلا، الله 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 الله. هامي سعد يا من زرت البيت، شاهدت الكعبة الحلوة. هامي سعد يا من زرت البيت،
سعيت ولبي بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة. ما شاء الله يسلم الصوت. كنا عم نقول للإنشاد هل له أنواع؟ نحكي عن هاي الفكرة. نعم الإنشاد أنواع أنستي الكريمة. الإنشاد أولا نبتدأ بذكر الله عز وجل، ثم ثانيا مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومدح الصحابة أجمعين، ومدح الأولياء. طيب اليوم وقت نقول إنشاد نحن عم نحكي عن مساحة روحانية جدا عظيمة مفروض يمتلكها المنشد. اليوم هيك من خلال تجربتك ومن خلال إحساسك وقت بيكون عندك إنشاد، شو أهم شيء ممكن يشعر فيه المنشد أو شو أهم شيء ممكن يمتلكه؟ أهم شيء يمتلك الروحانية هو الشخص، يعني يكون في عنده روحانية. لا دائما في منشدين الله يبارك فيهم جميع، في منشدين بتنشد بصوته، نعم في انا شيء، وفي منشدين بينشدوا بروحانيتهم. دائما المنشد المروحه سبحان الله يدخل الى القلب دغري، يوصل فورا للشخص، توصل الفكره للشخص اللي عم يسمعك المشاهد فورا بيسمعك، بيكون في روحانيه جاذبه بهي، تواصل سبحان الله، تواصل روحي بسموه. طيب قبل ما لسه نسمع شيء خبرنا اكثر عن فرقتكم، فرقه التوحيد، نحكي امتى تاسست امتى بلشت واكيد المشاركات يلي قمتوا فيها. فرقة التوحيد أسسناها بعد الأزمة. ما قبل الأزمة اللهم فرج عن بلدنا سوريا الحبيب. كان عندنا فرقة مع والدي الشيخ أبو بدر النابلسي، ابتدأنا فيها قبل الأزمة وشاركنا بمجالات كثيرة على قنوات كثيرة وداخل وخارج البلد. أديها المشاركات يعني بتعطيكم دفع للنجاح لحتى تستمروا لحتى دائما تعملوا أشياء جديدة؟ يعني دائما سبحان الله وقت تشوفي المشاهدين مبسوطين في للمنشد، هو عبارة المنشد أنه لحاله بشوف المشاهد بيزداد، بيعطي طاقة إيجابية صحيح. كبيرة جدا. طيب اعطونا شوي طاقة إيجابية هيك بإرشاد بعيد الأضحى. الله يسعدك يا رب، ربي يسلمك. تفضل. يا رايح المدينة سلم لي على النبي الله وقول له خدامك مشتاق لك يا نبي الله يا حبيبي ويا نبي يا طبيبي ويا نبي يا حبيبي ويا نبي يا طبيبي ويا نبي يا أجمل هدية من ربي يا نبي باب المصطفى الله وشوفت المآذن وأدركت الصفا الله لمح روح النبي الله وصلي على النبي الله لمح روح النبي الله وصلي على النبي وقول له قول له قول له قول له قول له قول له جمالك جمالك وحشتا يا طبيبي ويا نبي يا أجمل هدية من ربي يا نبي يا أجمل هدية من ربي يا نبي وأنا عيان ودوايا النبي أنا حيران ودليل النبي أنا عطشان يسقيني النبي حبيبي
أنا المجروح وطبيب النبي الله، أنا المفضوح وستر النبي الله، أنا فين أروح من غير النبي الله، عايز أبوح وفضفض للنبي ويا نبي، وأنا عيان ودوايا النبي أنا حيران ودليل النبي أنا عطشان يسقين النبي أنا هيمان بحبيب النبي. يعطيكم ألف عافية. دايما لما بنسمع الإنشاد الديني بنحس فعلا بفرحة العيد. خبرنا أكثر سيد عبد القادر النابلسي اليوم سبب ارتباط الإنشاد الديني بمدينة دمشق والمنشدين على مدار السنوات، خبرنا أكثر عن هالموضوع. المنشدين الله يبارك فيهم جميع، خاص نص عنا بالشام تمام، الله يبارك فيهم جميع، سبحان الله غير باقي المناطق كلها تمام. بدمشق عنا خاص نص الشام بتلاقي فيه روحانية جدا جدا قوية، والمنشدين منفتحين عنا أكثر من باقي المحافظات الباقية. يعني دائما إنشادنا مختلف كليا عن باقي المحافظات وعن عن باقي الدول. شو السبب؟ في تدريبات أكثر اليوم؟ أكيد تدريبات دائما قائمة، والحفلات حلو. يعني دائما في عنا حفلات عقد قران، حفلات زفاف، بيمتد منه الواحد دائما من إخراج بيروح على التلفزيون، يعني الواحد سبحان الله دائما هيك يعني. طيب خلينا نروح للعلاقة ما بين المنشد والناس. يعني اليوم وقت بيكون عندكم نشاطات، وأكيد بعيد الأضحى كان عندكم نشاطات كثيرة يعني. نعم، خلي خبرنا شو اشتغلتوا بعيد الأضحى وكيف العلاقة بينكم وبين الناس أو تأثير الإنشاد الروحي على الناس. تأثير الروحي الإنشاد دائما في الإنشاد له تأثير كثير. إحنا بالإنشاد احيانا اذا بيجيكي واحد عاصي مثلا بيسمع انشادنا بتلاقي سبحان الله الانشاد فيه دغري هيك بيجذبه. يعني بنقول احنا قصائد بكون جاي لعنا، هو بنحكي قصيده يعني سبحان الله دغري بيشعر بالتوبه، بيشعر بال سبحان الله هيك يعني تمام. خلينا نستغل وجودكم معنا اكيد ونرجع نسمع شيء من حضرتكم. نعم. حج ولبوا وزاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر. حج ولبوا وزاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر. يا يا ليتنا معهم جميعا
تسلم هالصوت. بدنا نشكر حضوركم لليوم ونرجع نعيدكم، نتمنى لكم هيك هذا العيد وكل الايام تكون خير عليكم وبركه. شكرا لك السيد عبد القادر النابلسي، شكرا لك الاستاذ خالد، شكرا لك نور الدين، نورتوا صباحنا لليوم وكل عام وانتم بالف خير. وانت بالف خير ان شاء الله، نعاد علينا وعليك بالصحه والسلامه. أمين. الله يبارك فيكم جميعا، وشكرا على هذا اللقاء المبارك الطيب. اهلا وسهلا، تشرفنا فيكم وتشرفنا بمعرفتكم. شكرا لكم ولوجودكم الحلو معنا لليوم، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك، الله يبارك فيك.